في عنا النازح السوري يلي عم بيشتغل عم بيلاقي فرص عمل من دون ما يكون في عليه موجبات ضريبية للدولة اللبنانية، وفي عنا المواطن اللبناني يلي عم بيقوم بكل واجباته تجاه دولته وهو عم بيتعرض لمزاحمة غير مشروعة وينحرم من فرص العمل. في عنا محلات تجارية لبنانية من جهة بتدفع الرسوم والكهرباء والتفاقات وكل ما يلزم وبتتعرض للمزاحمة الغير شرعية من نازحين سوريين بيفتحوا المحلات من دون ما يكون في عليهم أي موجب. في وضع أنه سوريا وهون هلا عم بتطلع ما في أحمر إلا على إدلب، كل الاتجاهات بسوريا مفتوحة والوضع الأمني استتب والمشاكل عم تنتهي تباعاً، وفي عنا 600,000 سوري معدلهم شهرياً بيطلعوا وبينزلوا على سوريا وما حدا بيمنعهم، وقسم كبير منهم معه بطاقة نزوح. بأي قانون دولي خبروني لما النازح بيقدر يرجع على أرضه وبيرجع بيفوت بنفس البطاقة على الأرض اللي نزح لها وبيضل عنده ذات الاستفادة من المؤسسات اللي عم تدعمه بكل نواحي الحياة. في مستفيدين على المستوى الدولي مثل ما قلنا، هيدي ورقة ضغط سياسي وهيدي لعبة سياسية ومؤامرة، هيدي مؤامرة على لبنان مثل ما تعرض لبنان وعم بيتعرض لليوم، وحدا يقول لا انه ما في نية دولية بتوطين اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، شو بيمنع ما يكون في نفس التفكير للنازحين السوريين؟ هيدي المؤامرة في منها كتير مستفيدين، ببلشوا من الدول ليخلصوا لمؤسسات، مؤسسات عم بترفه وتعمل استجمام هون بلبنان وجاي بمهمات ترفيه معاشات عالية واستفادات عالية، ما بدها المهمة تنتهي بكل بساطة. لكجري ميشن هن بيوصفوها هيك. تعرفوا انه بتوصل اوقات حجم الاقتطاع من العائدات يلي بتجي للنازحين لهالمؤسسات هيدي والعاملين فيها توصل لحد 40% اوقات بتروح على مصاريف إدارة وموظفين وغيره، وهيدا بزنس ماشي في له أربابه حتى بلبنان. في مستفيدين بمنظمات مجتمع مدني دولية ومحلية، في مستفيدين لبنانيين، هيدا بيأجر هون، هيدا بيوفر هون فإذا شبكة كبيرة من مافيا، ومنعرف كيف حتى البضائع والأكل بيشتغلوا فيها وكيف حتى بيطلعوا ببيعوا بسوريا وبيجمعوا بيطلعوهم ببيعون وبينزلوهم. وفي مستفيدين لبنانيين من كل هالعملية هي، وفي منظومة إعلامية مالية سياسية متكاملة بتشجع على السوريين انهم يبقوا هون وهدفها منعهم من العودة، وبتهاجم وبتأذي وبتضلل كل حدا مثلنا بيطالب بعودتهم. ومنطلقنا هو إنساني ووطني منه طائفي، لأنه كل الطوائف اللبنانية من دون تمييز متضررة من هيدا النزوح، كل الشعب اللبناني، ما في حدا أكثر وما في حدا أقل، كلنا مثل بعضنا بهيدا الموضوع. ويلي بيحكي فيه منه لأنه نازي ولأنه فاشي ولأنه عنصري، هو بيكون وطني لبناني وبيحب لبنان وبيحب سوريا.